بعد أسبوع من الانتظار حان موعد يوم عاصمة مقاطعة باسكنو من السوق المتنقلة. مئات التجار جاءوا من مناطق مختلفة للمشاركة في المعرض الذي يتجول بين مختلف المناطق القريبة من المدينة. يطلق سكان المناطق الشرقية عليه اسم الصوق، وهو معرض متنقل تنظمه القرى المتجاورة ويتداعى له السكان لعرض ما لديهم من بضائع وسلع. حياتنا هون أولى ما هي خالقة. اختير نقول الإعلام حياتنا هون ضعيفة والحق معامي عنه في البلد. تفرض البلدية على كل تاجر 100 أوقية قديمة على كل رأس غنم وتتضاعف على أصحاب البقر والإبل، وتفرض الإدارة المحلية يوميا 1000 أوقية قديمة على كل سيارة أجرة تسجل دخولها لعاصمة مقاطعة باسكنو. خالقين مسلتين هو معجل مشكلة واحدة هاكب الحيوان اللي مازال جاي يكبر سوى خاسر فيه وسوى مربوح منه ومازال يسوق هاني يكبر، وواحدة الوتات حد عنده زمالة وتات فطنها يقبض منها 1000 عند وزرتي اللي مسيهون من جهون مولد تنقبض منها 1000، ومن يقعد عقاب نهار توحد تنقبض منها 1000 كل نهار، هذا جاية تنقبض منها 1000 فيلا ومن يجون تنقبض منها 1000 ومن يتوحد مولي تنقبض منها 1000 يوميا. وتوفر الأنشطة الاقتصادية المواكبة لمعرض السوق فرصة لسكان المدن والقرى في الحصول على حاجتهم بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق التقليدية، وهي تجربة يطالب القادمون من ولايات أخرى بنقلها لمختلف مناطق البلاد. كذلك من أهم القضايا اللي يتميزوا بها هنا المنطقة والحوضين عموما هو فكرة السوق الأسبوعية هذه. فهذه فكرة مهمة في التنشيط التجاري، وبسبب على أنها يجلب لها البضائع وتأتيها الناس لعرض منتجاتها وعرض بضائعها بأسعار مناسبة، وكذلك لأخذ حاجياتها أيضا بأسعار أنسب. أنا ظهر لي عن هذه الفكرة اللي هي فكرة السوق المتنقلة فكرة جيدة وزين فيها إلى قدها المناطق مرتان كامل يستفادوا منها ويعموها به اللي تعطي حيوية اقتصادية ونشاط اقتصادي. لا تسمح طبيعة الحياة هنا على الشريط الحدودي ولا أسلوب العيش الذي يعتمد على مطاردة المناطق الرعوية لا تسمح بمركزة الأسواق، ومن هنا جاءت فكرة الأسواق المتنقلة لتستفيد كل منطقة من فرصتها الأسبوع. محمد لمين معيف، قناة المرابطون، مقاطعة باسكنو على الحدود الموريتانية المالية.